بسيتني يا ولد بسيتك. اول مره في حياتي اتباس، ما حدش باس لي قبل كده غير امي والنسوان اللي في البلد لما بكون عيان، وده اللي جاب لي العيب. مره جايه انت تبوسها بقى. ازاي؟ زي بتوع السيمه، زي بسيمه كده، خد عليك كده تقعد خليك واقف بقى، وتروح حاضنها كده ها، وتروح ايه غلط؟ انت عاوزه نصيحتي يا نوجا يا اختي؟ ايوه والنبي قولي لي. مش بتقولي ان الواد زغلول ده فلاح وجلف كده؟ قفل كمان. معلش، ما هو دي معناها انه راجل حمش ناشف، يحب ان الست تحترمه وتقول له سي زغلول. سي زغلول؟ ايوه، لازم يحس انه سيدك وتاج راسي، ومهما عمل اوعي تقولي له تلت التلاته كام. مهما عمل؟ مهما عمل، حتى لو بس كمان. طيب. شاطرة يا نوجة، شاطرة قوي، شاطرة قوي قوي. بس كفاية بقى. شاطرة. واحدة بقى ده بتوع السيل. هما كام بنت اللي قعداهم معاكي في الفيلا؟ ستة. إقامة كاملة على حسابك؟ غلابة. ومين اللي بيخدمهم دول؟ عندي في الفيلا اتنين طباخين غير الجنايني والبواب طبعا. ما شاء الله، لكن عمك ما بيقولش حاجة؟ عمي لارج قوي، باشا من بتوع زمان. نفسي اتعرف عليه. ها؟ اصله سافر امبارح. فين؟ العزبة. وعزبة كمان. بالحق فكرتني، لازم اكلم مصر ضروري. انا عندي خط مباشر في المكتب. كده اهو بقى كلكم كويسين. ماشي. انا كويسة قوي قوي يا ماما. المهم بابي ازايه؟ ميرسي. لما اراد العمارة ولا لسه؟ عمارة ايه؟ خلي بالك من نفسك يا بيسا يا بنتي، مش عاوزة حاجة؟ المواصلات، المواصلات تعباني قوي يا مامي، لو ممكن من فضلك تبعتولي العربية الزيتوني. زيتون ايه يا بنتي؟ لازم نفسها في الزيتون بتاعك، ابعتيلها شوية. حاضر، هبعتلك صفيحة. لا بلاش السواق، انا هسوق الصفيحه بنفسي. العربيه. ميرسي. باي باي يا ماما، هكلمك تاني. ما كنتش عارفه ان عندك سكرتيره حلوه بالشكل ده. مش احلى منك يا بيسا. ابعد يا مجنون. مجنون بيكي، مش قادر بقى يا بيسا، مش قادر.